لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستمر في قراءة كتاب التوحيد شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. قال الشارح حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة، فتكون مضادة للتوحيد. تكون هي مضادة للتوحيد، لأن النشرة قد تكون نعم يعني مشروعة من أمثلة الرقية مثلا، باستخدام الرقية، أو قد تكون غير مشروعة مثل الذي يذهب إلى الساحر ويطلب فك السحر بالسحر. هذا النوع من النشرة حرام، نعم، وهذا شرك أن تذهب إلى ساحر الذي يستعين بالشيطان نعم للعلاج، هذا لا يجوز، بارك الله فيك. أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا الحديث يقول الشيخ عبيد الجابر رحمه الله في الحواشي عندما ذكر هذا الحديث في شرح كتاب التوحيد، قال: أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطب، نعم، والحديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. إذن الحديث هذا الحديث صحيح، نعم. وقال إيش؟ النشرة نوع من العلاج، هكذا قال الشيخ صالح الفوزان، نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر. سميت بذلك لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه، فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. مناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. نعم، يقول الشيخ عبيد الجابر رحمه الله، قال: أولا من تعريف النشرة تعريفها عاما، فهي حل السحر عن المسحور، إما بطريقة شرعية يعني بطريقة الرقية، أو بطريقة غير شرعية مثل من يذهب إلى السحرة نعم ويطلب فك السحر بالسحر، هذا لا يجوز، هذا الشرك. نعم، إذا ما كان بالرقية الشرعية أو الأدوية المباحة هذا يجوز، وهذا نفس كلام ابن القيم رحمه الله التي سنقرأه قريبا إن شاء الله. نعم. ما يستفاد من الحديث النهي عن النشرة على الصفة التي تعملها الجاهلية لأنها سحر والسحر كفر. مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه حذرا من الوقوع في المحظور. إذن مشروعية السؤال العلماء، هذا الحديث يدل على ذلك، نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط عند من؟ عند أهل العلم، بارك الله فيك. فهذا الحديث يدل على مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه. الذي لا يدري يسأل، شفاء العي السؤال، الذي لا يدري يسأل، ولا تكف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيرجع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، يرجع إليهم ويسألهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر، فيسألون
فالعلماء مكانهم مرفوع عند الله عز وجل، الله عز وجل رفعهم بارك يعني منازلهم عالية بين الناس. فالله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء من هم؟ هم علماء التوحيد، العلماء الذين يبينون التوحيد ويبينون خطورة الشرك والبدع ثم المعاصي. هؤلاء هم العلماء، علماء التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هم يشهدون بوحدانية الله. هم العلماء يبينون خطورة الشرك بأنواعه، بأنواعه، شرك باللسان بالألفاظ، شرك بالجوارح، نعم، والشرك كذلك بالقلب. يبينون، ويبينون أيضا عبادة القلبية والعبادة يعني بالجوارح والعبادة باللسان مثل الذكر وقراءة القرآن والاستغفار وهكذا. وفي هذا الباب كذلك نرجع إلى العلماء ونسألهم، نعم، يحلون ويبينون يعني يفكون الشبهات ويبينون الصواب في هذا الباب. فلا يفك السحر بالسحر أبدا، العلاج يكون بالأدوية الشرعية، بكلام الله وبكلام الله، وكذلك بالأسباب، يتخذ الأسباب الأدوية المجربة، نعم، هذه أيضا فيها علاج المجربة، بارك الله فيكم. فمشروعية السؤال للعلماء عما أشكل حكمه حضرا من الوقوع في المحظور، نعم. وفي البخاري، وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به، وهو سعيد بن المسيب من التابعين، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا يقولون في الحواشي صحيح البخاري، ولكنه إيش؟ معلق، ومعلق نوع من إيش؟ من الضعيف، المعلق يعني ما صح عن النبي، رفعه عن النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معلق عن إيش؟ عن سعيد بن المسيب. ولكن هنا قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله عن هذا، قال قال علقه البخاري رحمه الله عنه في كتاب الطب. ولفظه عند الطبري عن قتادة عن سعيد بن مسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه، قال وهو صلاح، قال وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا ساحر، يعني إلا من علم عنده علم بالسحر، لا أنه هو ساحر، لا علم من هو عنده علم بإيش؟ بالعلاج الشرعي، يعرف السحر ما هو ويعالجه بما شرع. قال فقال سعيد بن المسيب لا بأس بالنشرة. إيش يقصد لا بأس بالنشرة؟ ولا يقصد فك السحر بالسحر، إنما نهي عما يضر، والسحر يضر، إذن هو ما كان يقصد النشرة، ما كان يقصد بالنشرة السحر، يعني علاج السحر بالسحر. وهكذا قال الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله دفاعا عن سعيد بن المسيب، دافع سعيد المسيب وشرح قوله هذا، لأنه لا ما كان يقصد فك السحر بالسحر، نعم، بارك الله فيك. فلا يقال هذا، وأنا شاء الله سنأتي إليه، نعم، لا نظن في سعيد المسيب أنه كان يقصد بذلك فك السحر بالسحر، نعم. أيوة. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، قال ابن هذا أيضا شيخ عبيد شرحه وبينه، شيخ عبيد
رحمه الله بينه. نعم يقول الشيخ، نعم يقول حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية والأدوية المباحة، والرقية الشرعية هي ما كان من آية تنزيل يعني من آية الله، وكذلك ما كان من صحيح الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مجرب نفعه، فله منفعة دينية ومنفعة دنيوية. أما المنفعة الدينية فإن كلا من الراقي والمرقي ينال من الله الأجر على احتساب هذا العمل. نعم إلى آخره، إلى أن قال أما حل السحر بالسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان. شوف حل السحر بالسحر هذا من عمل الشيطان. نعم بارك الله فيكم. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله، وفي كلام ابن القيم رحمه الله نعم ذكر علة تحريم حل السحر بالسحر مثله، وهي أنه أن الناشر يعني الساحر الذي استعمل رقية السحر وطلاسم السحر وتمتمات السحر يتقرب إلى الشيطان بما يحبه، وقد يشاركه المنتشر، سواء شاركه بالتقرب إلى الشيطان أو لم يشاركه فعلا فهو مشارك، لأنه إيش ذهب إلى الساحر لكي يفك السحر بالسحر. وبهذا تعلمون بطلان القول بجواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله على الإطلاق، لأن العبرة بما قام عليه الدليل، وليس العبرة بالقول ولا بالقائل، وقد قام الدليل على أنه يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله. ثم قال في نهاية الشرح الباب قال ومن منعه يعني فك السحر بالسحر، قال فوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل السحر ولم يدعو اليهودية الذي سحره وهو لبيد بن الأعصم، لكن رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وعرف موضع السحر بخبر ملكين اللذين زاراه في مرضه، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال اللبيد بن الأعصم. فلم يعمد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الساحر، نعم، وأمره باستخراج السحر، لم يعمد إلى الساحر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الساحر، وإنما اكتفى بخبر الملكين عليهما الصلاة والسلام. ولما قال أحدهما في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجفي طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. نعم وهذا سبق تقريره، بارك الله فيكم. أيوه فك السحر بالسحر هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم أما فك السحر بالنشرة الشرعية مثل الأذكار ومثل آية تنزيل قراءة القرآن، وسنقرأ شيء في هذا بارك الله فيكم، بل التداوي، نعم التداوي بالقرآن في حل السحر، كيف ذلك؟ بالمعاوذات، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا في تفسيره، قال أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهو المعوذتان. وفي الحديث ما تعوذ المتعوذ بمثلهما، يعني بقرء الفلق والناس، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مضطردة للشيطان. آية الكرسي، واحد يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام مثلا، ورد ذلك، وكذلك بعد الصلوات الخمس هذا ورد أيضا، يقرأ آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وكلها التوحيد، والشياطين لا يحبونها فإنها قوية. آية الكرسي يعني قوية في فك السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه، ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، يقرأ المعوذات نعم وينفث وينفث. وشيخ العثيمين رحمه الله قال سواء كان النفث قبل القراءة أو بعد القراءة هذا كله جائز، قبل القراءة ها ثم تقرأ قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس وهكذا، ثم تمسح الجسم، الشياطين لا يحبون هذا، تمسح الجسم وكذلك تقرأ على أولادك. نعم تقرأ سواء النفث كما ذكرت، كما ذكر شيخ عثيمين رحمه الله، سواء كان النفث يعني قبل القراءة أو بعد ذلك ثم تمسح على نفسك وعلى أولادك هكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، هذا في صحيح البخاري. وقال العلامة محمد ابن مفلح المقدسي رحمه الله من أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أنفع شيء، لا تذهب إلى السحرة والمشوعدين، بل اقرأ القرآن على نفسك، اقرأ سورة الفاتحة على الألم، اقرأ المعوذات وهكذا، اقرأ آية الكرسي، اقرأ سورة البقرة في البيت، فإن فيها بركة، ولمن تركها له حصرة ندامة لكي يترك سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة. بعض الإخوة سألوني قالوا ليش ما نفرقوها كل واحد يقرأ جزء، قلت لماذا؟ أنت اقرأها كاملا، ما هي إلا إيش جزئين ونصف تقريبا، لماذا ما تقرأها كاملا في خلال إيش ساعتين يعني في خلال ساعتين ممكن تقرأ، في خلال يومين ما في مشكلة اقرأها، بارك الجزء كل يوم جزء، اقرأ سورة البقرة في البيت، دائما اقرأ سورة البقرة في البيت، بارك الله فيكم. قال من أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله، يعني الإخلاص والتوحيد، هذا من أنفع شيء، التوكل واليقين بأن الله عز وجل هو الشافي كافي، وتوكل القلب والاعتماد عليه والتعوذ والدعاء، هذا الذي ينفع. لا تذهبون إلى هؤلاء السحرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتحقيق أن النشرة بالسحر حرام، لأن السحرة أصحاب أحوال شيطانية ويشركون بالله لتعيينهم الشياطين لحل السحر عن المسحور. قال الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ولأن الله يقول في شأن تعلم السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يتعلمون ما يضرهم، إذن السحر هذا ما في نفع، ما في منفعة للمسلم، السحر هذا يضر، بارك الله فيكم. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال إن علم السحر مضرة محضة، يعني كله مضرة، لا يقال أن فيه شيء من المنفعة أبدا، كله مضرة. هذا من؟ هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، هذا التيسير كريم الرحمن شرح في تفسير القرآن، إن علم السحر مضرة محضة، هكذا قال، ليس فيه منفعة، ليس منفعة فيه لا دينية ولا دنيوية، فإذا عظيمة هذه. وقد أذن الله في التداوي بالحلال ونهى عن التداوي بالحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الله شفاء أمتي في حرام، هذا في صحيح مسلم، لم يجعل الله شفاء أمتي في حرام، فلا يؤخذ العلاج من هؤلاء السحرة ولا من مما يضر مما حرمه الله عز وجل، ولكن خذوا مما هو حلال. نعم ايوه. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال الشارح حفظه الله
ترجمة قتادة وابن دعامة السدوسي البصري ثقة من أحفظ التابعين مات سنة 110. أيوة. معنى الإجمالي. معنى الإجمالي. المعنى الإجمالي للأثرين أن ابن المسيب سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها نظرا لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر ولم ينهى عما كان كذلك ومقصوده نوع من النشرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه. شفت سعيد بن مسيب كلامه يحمل على النشرة الشرعية ما هي النشرة الشركية. فبعض ممن لم يفهم كلامه يعني قالوا أجاز ذلك وما أجاز أبدا. هناك دفاع من قديم هذا حفيد لمحمد بن الوهاب رحمه الله وله الرد على من يتهم سعيد بن مسيب بذلك. نعم بل يقول نعم فضل تقرأ نعم إن شاء الله نفتش عن الموضوع. وأما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله وهو من عمل الشيطان. نعم هذا من عمل الشيطان فك السحر بالسحر مثله. قال إمام سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب رحمه الله قال وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية كذلك روي عن من نعم وليس في كلامه ما يدل على ذلك. نعم هذا في قول إمام أحمد وكذلك كلام ابن المسيب كذلك أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. نعم يعني إذا ما يدري ذلك فهذا شيء آخر. على كل هنا سئل ابن مسعود رضي عنه نعم سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكرهه يعني يكره ذلك النشرة يكره ذلك النشرة غير مشروعة يكره ذلك كله. والكراهة عند السلف التحريم كان عندهم الكراهة بمعنى التحريم. المراد أحمد والله أعلم يقول من يقول إمام سليمان ابن عبد الله بن محمد رحمه الله يقول مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من علم الشيطان والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم. هناك بعض الناس يكتبون للتداوي يكتبون آيات من القرآن ويعلقونها أو يكتبون شيئا نعم من أسماء الله مثلا ويعلقها على رقبته هذه تسمى التمائم. فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أما النشرة بالتعويذ يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقراءة المعوذتين مثلا والرقى بأسماء الله تقول يا شافي يا كافي اشفيني يا شافي اشفيني تسأل الله عز وجل وتدعوه بأسمائه الحسنى هذا جائز وهذا هو ذكر الله عز وجل في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن كلام مسعود كلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه كذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم يعني النخعي كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر يعني محمول على ما ذكرنا النشرة الشركية نعم هكذا يكرهون بمعنى لا يجيزون نعم لأن هذا كله من عمل الشيطان إذا جاء من السحرة كله من عمل الشيطان. وطريقة المسلم يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى يعلم أن الله هو الشافي سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويعرف أن في القرآن شفاء للناس ولماذا لا يقرأ القرآن ويرجع إلى القرآن
فهو يعلم أن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب البأس، رب الناس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا في صحيح البخاري ومسلم، يدعو له بأسماء الله الحسنى. وكذلك قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كن متيقن بأن الله عز وجل هو الذي قادر أن يشفيه سبحانه وتعالى، فهو الشافي الكافي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الفاتحة: وما أدراك أنها الرقية. إنسان يقرأ الفاتحة على نفسه على الألم. وقال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير وقادر أن يشفيك يا عبد الله. فتدعو الله عز وجل، لا تدعو غير الله عز وجل من الأموات، ولا تذهب إلى السحرة، فالله عز وجل قادر أن يشفيك، ولكن عليك أن توكل على الله وأن تتخذ الأسباب. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، الأمر أمره، الخلق خلقه. فالله عز وجل يعلم يعلم ما يفيدنا ويعلم ما يضرنا، والتداوي بالسحر هذا يضرنا، لأن كله شر، السحر كله شر. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن في القرآن شفاء، يرجع إلى القرآن ويقرأ القرآن. الله عز وجل قادر أن يشفيك يا عبد الله، لكن اتخذ الأسباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا في الصحيح البخاري. وقال الله عز وجل: والذي هو يطعمني ويسقين. ماذا قال بعدها؟ وإذا مرضت فهو يشفين. الله هو الشافي. إذا مرضت يا عبد الله ترجو الله عز وجل، لعل هذا المرض سبب لرجوعك إلى الله، سبب لإيش؟ لكثرة الدعاء، تكثر الدعاء. ممكن كنت غافلا عن الله، فالله عز وجل يذكرك بأنك سترجع إلى الله. يا عبد الله أين أنت ذاهب؟ أين تذهبون؟ في الحقيقة الإنسان يعني يخاطب نفسه، أين يذهب الآن؟ سيرجع إلى الله، وأنما ردنا إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سيعلم أنه سيرجع إلى الله، إذن يعني يجهز ويتقرب إلى الله. والله عز وجل قادر على أن يطفي النار، حتى النار قادر أن يطفيه سبحانه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. شوف نار، ولكن ما ضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله قادر أن يشفيك يا عبد الله، وقادر أن يحفظك يا عبد الله. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال الله عز وجل: رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كيف نتعبد؟ كيف نتعبد الله عز وجل باسمه الشافي؟ كيف ذلك؟ تعلم وفقك الله أن الذي له الأسماء الحسنى وصفة العلا وبيده الخلق والأمر هو الله وحده لا شريك له، فتتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته وتطلب منه الشفاء. هناك طرق العلاج، اتخذ الأسباب المجربة، الأسباب المجربة، سواء ذهبت إلى الطبيب. الشيخ عبيد رحمه الله كان يقول هذا جائز، طبعا هذا من اتخاذ الأسباب، تذهب إلى الطبيب عنده أدوية مجربة بارك الله فيكم، أو تذهب إلى صاحب الأعشاب. ولكن حتى هذا صاحب الأعشاب يقول الشيخ عبيد رحمه الله هذا يكون خبير، يكون عنده علم،
إن بعضهم قد يضرك، ما يعرف المقدار. أنت الآن تأخذ قرأت حديث مثلا حبة سوداء دواء لكل داء إلا السقم، يعني إلا السم، إلا الموت، شفاء لكل داء إلا الموت، شفاء لكل داء. إذن لكن كم مقدار حبة سوداء تأخذ؟ كم مقدار؟ هذا يرجع إلى يعني أهل العلم في ذلك. كان الشيخ عبيد رحمه الله يقول حتى صاحب الأعشاب هذا نعم قد يضرك، إذا ما يعلم مقدار ما يعطيك قد يضرك، لأن الأعشاب قد تكون قوية. بارك الله فيكم. الإنسان لابد أن يذهب إلى خبير يكون عنده علم، وعنده علم أيضا بمرضك، ممكن هذا العلاج ما يناسبك. فبارك الله فيكم. مسألة ليست سهلة، العلاج لا شك عند الله عز وجل، الشفاء عند الله، ولكن إنسان يتخذ الأسباب ولا يمشي إلى أي واحد، لا يذهب إلى أي واحد. بارك الله فيكم. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. نعم. آيات وأحاديث كثيرة كلها في إيش؟ في التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي نعم يرجى، هو الذي يرجى، وهو الذي يدعى، وهو الذي يطلب. بارك الله فيكم. انتهى الباب؟ طيب تفضل. أحسن الله. وفي التفصيل الذي ذكره ابن القيم جمعا بين القولين حاصله أن العلاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز، وعلاجه بسحر مثله محرم، والله أعلم. هذا هو كلام ابن القيم عظيم، هو نفس كلام ما شاء الله العلماء اللي قرأنا منهم الليلة. ما شاء الله. العلاج يكون بإيش؟ بالأدوية الشرعية، بالقرآن أولا، فيه شفاء. بارك الله فيكم. والرحمة. فالإنسان يبدأ بالقرآن، يبدأ بالأذكار، وكذلك يحافظ على أذكار الصباح والمساء، هذا أيضا فيه علاج. لا يظن الإنسان أن هذا ما فيه علاج، بل إذا تيقنت وكنت على يقين، كنت على التوحيد، كنت الله سيقبل دعائك يا عبد الله. كل ما تقربت إلى الله الله سيقبل دعائك. بارك الله فيكم. لأن حديث قدسي كما تعلمون، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف، يبدأ بالفرض ثم النوافل حتى يحبه الله. الله أكبر. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. شوف، ما يرى إلا خيرا، وما يسمع إلا خيرا. الله أكبر. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطينه. لأنه على إيش؟ على محافظ على الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. والله يحبه وسيجيبه، وهو في آخر الليل ويرفع يديه إلى السماء، يرفع يديه ويقول يا رب اغفر لي، يا رب اشفيني، يا رب ارفعني هذا البلاء، يا رب. ويسأل الله بأسمائه الحسنى في أفضل الأوقات، آخر ثلث الليل. الله سميع بصير، الله عز وجل عليم خبير، لطيف بعباده سبحانه وتعالى، لطيف بعباده. تقول يا لطيف ألطف بنا، يا شافي اشفنا، يا كافي، وتسأل الله عز وجل أن يشفيك، والله قادر يا عبد الله. وتدعو الله عز وجل أثناء اليوم كذلك، أنت في نهارك وفي الليل في كل يوم، لأن الدعاء هذا إذا وافق وقت الإجابة فالله عز وجل يجيبك، قد يجيبك في أي وقت. الله عز وجل هو الأمر عنده، الأمر عنده والشفاء عنده. لكن أنت الآن في نهارك وفي الليلك تدعو الله عز وجل وتسأل الله في سجودك. أقرب ما يكون العبد هو ساجد، فيكثر الدعاء وهو ساجد. ليش؟ فقبل أن يستجاب له، أن يستجاب له في السجود، في السجود يدعو الله عز وجل، ويعيش يكون مفتقر إلى الله عز وجل. يبين أنه محتاج إلى رحمته، إلى عفوه. وهكذا المؤمن، هكذا المؤمن. بعدين الله عز وجل يجيبك يا عبد الله،
ويشفيك، نعم، ويعينك، نعم، بارك الله فيكم. فنسأل الله عز وجل الشفاء، نسأل الله عز وجل الشفاء، نسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا ويصلح أحوالنا. يا رب اشفنا واشفي مرضى المسلمين، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أسرنا يا أرحم الراحمين، يا سميع الدعاء، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على الشياطين، اللهم انصرنا على المشركين، اللهم انصرنا على هؤلاء السحرة، اللهم انصرنا عليهم، لأن الإنسان قد يصاب في أي وقت. فلذلك الإنسان يحافظ على صلوات الخمس، يحافظ على صلاة الفجر في المسجد، يحافظ على دينه. والله يا عبد الله رأينا ناس مصابون، نعم، يعني من قبل هؤلاء الشياطين مصابون، نعم، السحر موجود والعين موجود والحسد موجود، نسأل الله السلامة. فالإنسان يحافظ على نفسه ويذكر الله ذكرا كثيرا. الله عز وجل عندما ذكر الذكر قال ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجر عظيما. الذكر لا بد أن يكون كثير، لا يزال لسان الكرم بذكر الله. وهكذا رأينا الشيخ بن باز رحمه الله، والله دائما إذا ما يجيب عن السؤال دائما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله في النهار وفي الليل في الليالي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. هكذا رأينا العلماء، والله يا أخوان الأمر جد، ما هو لعب وما هو بالهزل، الأمر جد، نحتاج أن نذكر الله ذكرا كثيرا ونعلم أولادنا ذلك، لأن الدنيا فيها كثير مصائب من هؤلاء، من قبل هؤلاء السحرة والمشركين، فيها مشاكل موجودة، الناس تستكي، ما في أسرة إلا وتعلم أن هناك من هو مصاب إما العين أو بالمس أو بالسحر أو فنحتاج الرجوع إلى الله عز وجل، نحتاج أن نكون أقوياء التوحيد، لا بد من ذلك. لماذا نقرأ التوحيد؟ التوحيد ما هو بس واحد يقرأه ولا يعمل به، لا بد من العمل بالتوحيد، بارك الله فيكم. وبعد ذلك ستجد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جرب تجد، والله يا أخوان جرب تجد الخير. فالله عز وجل عنده خيرات، خزائن السماوات والأرض، الله عز وجل قادر على أن يشفيك يا عبد الله، فارجع إلى الله، والله عز وجل سيبارك لك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد.